تؤكد الهيئة التنفيذية على وقوفها إلى جانب الحراك وضرورة الحفاظ على طابعه الشعبي والسلمي. خارطة الطريق لا تزال سارية المفعول، وتدعو كل القوى السياسية للانخراط فيها لربح الوقت. كما تؤكد هيئة التنسيق لتسيير حزب جبهة الوطني بأن كل الاقتراحات التي تحاول أن تخلق حالات شغور في المؤسسات قد تؤدي إلى الفوضى. نحن نريد أن نحتكم إلى شرعية دستورية وأن لا نحدث شغور في أي مؤسسة من المؤسسات. الرأي الشخصي ربما كانت لي فرصة وشرحته لكم، احنا كنا في نقاش مع الطبقة السياسية وتأسفنا للتأخر يعني والعزوف عن التحاق أو تعبير عن الانخراط في رغبة الانخراط في الندوة. رأينا بأن الحراك يرفض، وأيضا الطبقة السياسية تقريبا بالنسبة للمعارضة ترفض وتقترح هيئة رئاسية متعددة. احنا نعتبر باللي الاقتراح الأول ما يجيبش نتيجة، والاقتراح الثاني سيعيد استنساخ تجربة 92 ومحاولة لإقحام الجيش في هذه العملية. هذا الأمر نرفضه، وبالتالي العودة إلى ضرورة العمل بخارطة الطريق التي في هذا الوقت نراها هي الأمثل، يعني إلى تحضير مؤتمر جامع استثنائي لم شمل أبناء جبهة التحرير الوطني بدون إقصاء. سيتم تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر في غضون هذا الأسبوع، وبدون إقصاء نطمن كل الإخوة المناضلين والقياديين سواء أعضاء اللجنة المركزية الحالية أو أعضاء اللجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر العاشر. الأمين العام الأسبق عمر سعداني قال بأن القيادة الحالية هي خارجة عن القانون. لا ما اطلعتش. قال هي مجموعة خارجة عن القانون نصبتها الدولة العميقة وصفها بالدولة العميقة. أنا ما اطلعتش على التصريح وما عنديش تعليق عليه.